في يوم غائم اجتمع أفراد عائلة ميسورة الحال في اليابان ليلقوا نظرة الوداع الأخيرة على فقيدهم. الحزن يثقلهم، لكن التكاليف الباهظة لترتيبات التشييع تزيد حملهم ثقلاً، فمراسم الدفن هناك تكلف ثروة طائلة. قدس شعب اليابان الموت واعتبروا التخطيط له وحتى الحديث عنه قبل حدوثه أمراً محرماً، لكن ما أن يصبح حقيقة حتى يستدعوا حانوتياً مختصاً لإتمام إجراءات الدفن التي تبدأ بإشعال الشموع ووضع الجثمان على طاولة أمام عائلته. يخلع الحانوتي ملابس الميت ويمسح جسده بقطعة قماش مبللة ومعقمة ويحشو فمه بالقطن، يلبسه اللون الأبيض في حال كان مقتولاً أو منتحراً، والبنفسجي إذا كان موته طبيعياً، ويصل أخيراً لمرحلة مساحيق التجميل التي تكشف عن براعة الحانوتي ومهارته. فإن كان المتوفي فتاة يضع لها مساحيق تجميل مع لون أحمر الشفاه المفضل لديها، وإن كان رجلاً فيتعين عليه حلق شاربه ولحيته دون أن يجرحه ليضع المساحيق في النهاية. وأخيراً يضع جثمان في تابوت خشبي ليدخل في المحرقة ثم يدفن رماده. مع الوقت قل الاهتمام بهذه الطقوس، بل وتخلى عنها الكثير من اليابانيين، خاصة بعد أن وصلت تكلفتها لحدود 9,000 دولار أمريكي، كما ساهمت عوامل عديدة في لجوء اليابانيين لطرق أخرى تتضمن جميعها الحرق، لكنها لا تشمل بالضرورة الحانوتي أو التابوت الخشبي. أبرزها ازدياد عدد الوفيات، فقد سجلت اليابان في عام 2022 حوالي 1.5 مليون وفاة، وهو الرقم الأعلى للبلد منذ الحرب العالمية الثانية، مع تزامن انخفاض عدد المواليد منذ التسعينات. ونتيجة لذلك تناقص عدد أفراد العائلة، فلم يعد هناك من يحضر طقوس الدفن أو يدفع فيها مبالغ طائلة. كذلك الهجرة من الأرياف للمدن ونقل السكان معهم رماد أمواتهم أديا لازدحام مقابر المدن ونفاذ المساحات المتاحة. ناهيك عن أن طقوس الدفن التقليدية ارتبطت بمعتقدات دينية قديمة بات اليابانيون اليوم أبعد عنها، فلجأوا لخيارات أسهل وأرخص، كنثر رماد جثمان على الجبل أو في البحر مثلاً، أو دفن الرماد مع شتلة شجرة. بدأ الكثير من اليابانيين ينجذبون لفكرة دفن رمادهم مع الأشجار، كونها توحدهم مع الطبيعة. وأخيراً فهناك شركة يابانية تدعى بالون كوبو، وجدت حلاً مبتكراً يتمثل بتعبئة الرماد في بالونات هيليوم، ومن ثم يتم إطلاقها عالياً في السماء بحضور أقرباء المتوفي. الطرق الجديدة تلك دفعت اليابان لإغلاق أكثر من 120 ألف مقبرة حول البلاد، فمهما بلغت قدسية العادات والتقاليد، فإن الظروف القاسية والتكاليف الكبيرة قد تدفع للتخلي عنها يوماً ما.